العين وافهم كمان في رموش العين حكيم عيون افهم في العين وافهم كمان في رموش العين اعرف هواهم ساكن فيه اعرف قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، انا اعرف ان الالم بيجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجه ساقعه. عشان تحرمي تاكلي جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وانت عرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك. حكيمة روحاني حضرتك؟ طيب اقرا لي اللي في قلبي واحكي لي عليه. اللي مكتوب فيه بيخوف ما أقدرش أحكيه. بيخوف مين؟ بيخوفني. انت كل حاجة تحشر نفسك فيها حتى قلبي. يا ريتني صحيح اقدر اكشف قلبك واسأله عن اللي فاني. اسأله عني. عايز اعرف ان كان مشغول ولا خالي. شيء ما يهمك. شيء ما يهمنيش. ازاي؟ طب ما تعيطش. عندي سؤال لو تسمحي اقدر اقولهولك. قوي قوي قوي. فيه يا ترى شخص يهمك شكلك ومشغول بقلبك. فيه يا ترى شخص يهمك شغلك ومشغول بقلبك. والشخص ده موجود هنا يعني انت عارفة مش كده. والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟ بالطبع. لا زعلت مني ولا ايه؟ ابدا وحزعل منك ليه؟ بس صدقتك خدعوني قلبي وعنيا. واللي انكتب جوا في قلبك اتري لغيري مش ليا. اتري لغيري مش ليا. Bonjour.